ايدك على اليمين فين راح تنزل قوي؟ هاي لا لا سدها عدل هاي هاي سدها هاي سدها اندكشن ساين او دليل النيرف انجري وين الجرح عنده؟ لا صار له؟ سنة تقريبا سوى لك استكشاف عصب؟ ايه ووراها ما رجعت ايدك؟ لا ما رجعت ايدك طيب ايش سويت استكشاف عصب؟ عملية سويت هو مال عصب ايش قد؟ ذاك محرم صار لك سنة يعني وراها وما رجعت عندك لا. احساس عندك هنا؟ احساس؟ مو قوي كلش بس هاي القرصة تحس بيها؟ هاي؟ تحس؟ اي احساس زين هنا؟ ايه رؤوس الاصابع تحس بيها؟ لا احس لاني لاني تحس بيه مال عصب الزندي ايه؟ هذا تحس بيه؟ ايه هذا؟ ايه زين بس خدر تحس بيه؟ اي خدر شلون عباك من فوق؟ سد ايدك هيك لا لا اقلبها كل بوكس هذا كذا اتروفي هير كان سي توز اوف ذا ميديا نيرف افتح سد قوي هذا ابد ما يطول عندك لا حتى لو انطب جاهنا يوجعك ايه. افتح سد قوي افتح قوي سد هذا حاول تحرك لي اياه ما يتحرك هذا الابهام حركه للداخل هذا حده ايه. ما يقدر يطبق هنا لا هذا ما يتحرك هذا ما يتحرك لاني ايه. مسدن سد لي بس لان الاثنين لاني ما ينسدن هذا اوكي تفضل This is the axillary artery This is the median nerve Now I will scan down here to see. See there. This is the median nerve now. See the neuroma. Big neuroma. Para lector. So we zoom. This is the median nerve. And this is the neuroma. So here the site of injury and the continuity is normal. Here this is the normal, but here big neuroma. And here normal. Slipping. Show you the part. Walk up. Hydro dissection now. We try to do the hydro dissection. See the this, and this is the nerve now. See the twitching there? So this is the median nerve stimulation now here, from this level. This is the nerve now. I touch it. See the hand? Here, this is the median nerve now. This is the hypochondric, this is the neuroma. And now I will ask the. Sit there, camera. Aftah. See the difference? This is from the start. We are at the middle of the session. Sit. قوي. اصبعك هذا اللي كان ما يتحرك حرك لي هذا بالداخل. الابهام. لا دخله للداخل. اي كان ما يطخ مو؟ ها؟ سدن كلها نفسه قبضة ريت قبضة قوية افتح سد in 5 minutes again the function of the median nerve here okay هاي هذا السكشن صار بيها هاي الفايبروما النيوروما هذا البيج وان the inside this is a neuroma because this is neural neoplasm tissue from or tumor tissue from the nerve itself هذا النار بس هذا 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 نيوروما انت باك نورمال اوكي فلكسرز مسلز تويتشينج سي I will do sensory stimulation here you can see the flexors now لا لا سد لي ايدك قوي افتح سد افتح سد افتح سد تمام بعد لنا شويه يلا وقف يلا ما افتح سد افتح تعال تعال نرجع له اي
بندكشن ساين شلون كانت قبل لك؟ مسدس هيك شلون شلون بسويها؟ مثلها كانت هيك ما تنسى بس اسدن افتحها سوما سوما يدخل عاشت لك شوف هاي قصة لما بزودة هيك سنة ونص تقريبا سنة اعطيني ورقة وقلم قدرت تكتب خلال هاي السنة ونص؟ وين اقدر؟ تقدر ما اقدر انزل بيها ما تقدر تنزل بيها جبال ابد ما لازم قلم؟ لا انا حتى ما عندي الكتابة طيب ما عندي لا تبي انزل ذكر الكتابة مالتك ناسيها تبي اسمك؟ يا صار لك مقاطع بها وين ماك ما صار لي مدة شو عشان تنزل من جيجا هنا بيناتهم لا هاي الزمن هيجي إيه بس تحس بيها إيه وين ملازم ها كنت لي جرها أقول له أسب ما تدري بيها إيه ما مدري إيش صابعك افتحني إيش خدر كان هنا عندي زين منه منه يبدي راح ما النتلة النتلة راحت ما سد قوي صديق ما قوي ما مستعلم بيها؟ لا أبد؟ عصر يدي قوي عصر سد حتى ما هيج هذا كان هيج ايه سوي طف هيجي سد افتح فرها سد عشر دكتور باي سد قوي هذا يحتاج له بعد جلسه ثانيه بعد شهر بس هسه ايه. هذا الاصبع اللي كان هنا هذا ايه. هذا رجع كامل سده سد هذا هذا جيبه عاشت ايدك هسه تقريبا 80% من الضرر راح هسه اليد صارت سده كامله اوكي افتحها سدها هذا الاصبع وين كان يوصل لبهام هذا حد لهنا هاي كانت ما تشتغل العضلة فرها صفرها بالعكس هاي بس تنمو هاي العضلة بعد على التحفيز ان شاء الله راح يكمل عندك هذا همين ان شاء الله لان هاي العضلة عندك بامرة اصلا اوكي فان شاء الله هسه